تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن، ومكملين معكم ووصلنا عند الميزان. وإذا كان الميزان والطالع تبعوله عزراء بال 2023 شو ناطرن؟ لكينا لكل الميزان والطالع عزراء رح يتلقى خبر مهني، وكمان يخلصوا أو يريحوا من الأزمة الأخيرة يلي كانت مسيطرة على وضعه المهني. وعم نشوف كمان مولود الميزان وطالعه العزراء يبدو واعي وحاضر لكل خطوة ناوي يبدأ فيها، وكمان نصيحتنا أنه يستعجل بالأمر، وخصوصا أنه هو ناوي ينتقل إلى عمل جديد أو بداية مهنية جديدة. ضلكم بألف خير وباي باي.